السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام، متابعي قناة من آخر خلاصة، معكم محمد نور الدين. موعد مباراة ريال مدريد اليوم أمام ريال بيتيس، مباراة في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني 2021 2022. متابعين الكرام، المباراة بإذن الله تعالى ميعادها اليوم السبت 28/8/2021، 28 أغسطس 2021. المباراة ميعادها الساعة 10 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان. المباراة ميعادها الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق وسوريا والأردن وفلسطين ولبنان. المباراة ميعادها الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان. المباراة ميعادها 9 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، و8 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. القناة الناقلة للمباراة قناة بين سبورتس اتش دي 1 بريميوم الأولى بريميوم، كذلك بين سبورتس اتش دي 1 الأولى العادية. معلق المباراة المتألق رؤوف خليف في الجولة الثالثة من المباراة، ملعب فيلا مارين الخاص بنادي ريال بيتيس. اشترك في القناه، فعل زر الجرس، اعمل لايك الفيديو، توقع نتيجه المباراه، اكتب في التعليقات. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.